السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الاي كوميرس. كنا بدأنا الفيديو اللي فات سيكشن مهمة، هو سيكشن الكاتيجوري. كريتنا التيبل في الداتابيز وكريتنا كمان الموديل. ان شاء الله النهاردة هنكمل باقي السيكشن، فيلا نبدأ سريع. كنا كريتنا المرة اللي فاتت الكنترولر بتاعه، هنروح للادمن كاتيجوري كنترول، نروح لأي كنترول اللي احنا عاملينه، لكن البيج ناخدها كلها كده كوبي ونروح ل الكتير اللي نحطها هنا. تمام، نبتدي بقى نهندل الموضوع بتاعنا. نروح بس التعريفات، طبعا انتوا عارفين احنا بنهندل الكنترول ازاي، اكيد اتعودتوا على فكرة الدعم مع السكاشن من قبل كده. هو مفيش فيها حاجة جديدة، الفكرة الجديدة اللي احنا هنشرحها شرحناها في المنيو قبل كده، اللي هي فكرة البلوك اللي انا بباصي array للسيلكت بوكس او السيلكت منيو. فان شاء الله هي دي الفكرة، بس ان احنا هنطبقها في السكشن. كمان هنستخدم الكلاس بتاع الايمج اللي احنا استعملناه في البيج قبل كده، ففيش فكرة جديدة، كلها هنطبق نفس الفكرة. طبعا انتوا فهمتوا ازاي بهندل الكنترولر بتاع اي سيكشن، فان شاء الله انا هندله لوحدي وهرجع لكم اقول لكم انا هندلته ازاي، بحيث ان الفيديو ما يطولش. تمام كده، انا هندلت الكنترولر بتاعي، اشرح لكم ببساطه انا عملت ايه. انا طبعا عملت الاساسيات اللي احنا بنعملها كل مره، بلس ان انا عملت فكره البلوك هنا، الكاتس جبت في الايديت ما عدا الاي دي، في الكرييت جبت كل الاري اللي عندي او كل الكاتيجوريز اللي عندي، عشان لو ليه بيرنت او حاجه. اللي ما يعرفش طبعا الحاجه دي ممكن يرجع لدرس المنيو هيلاقي فيه فكرة البلوك. ممكن دلوقتي نروح نكاري التيك اوت بتاع الكاتيجوريز. لو رحنا عند راوتس ادمن، ناخد اللود منيو مثلا ونحطها هنا مثلا، بدل منيو هتبقى كاتيجوري، هتبقى هنا كاتيجوري كنترولر كاتيجوري. كمان هنزل تحت. تمام كده كريت الراوت، هروح بقى كريت البيو وهندل البيو بحيث انه يسمع معايا مع الكنترول. هنروح على طول على البروجكت بتاعنا او ملفات البروجكت بتاعنا، ريسورسز فيوز ادمن، ناخد اي حاجه من الموجوده حاليا، وليكن المنيو او البيج اللي في المنيو. كاتيجوري، تمام، نكتب بس كاتيجوري. صح، كاتيجوري، تمام. اروح بقى هندل الفايلات من هنا من على سبلايم. روح هندل الفايلات resources views admin category. ناخد اول حاجه الاندكس زي ما انتوا عارفين. هنعدل مكان المنيوز تبقى 100، هتبقى كاتيجوري. تمام، اول حاجه هتبقى التايتل، ممكن نسميها تايتل عادي. بدل اللينك احنا ممكن هنا نحط الصورة، بحيث ان انا ابقى وضحت مثلا فكرة كمان ازاي اضيف الصورة في داتا تيبل. فعادي ممكن احط هنا الصورة، هنا ممكن اقول image. كمان ما انساش احط الداتا،
فهنا هتبقى التايتل هتبقى بدل التايتل نيم نيم عشان الفيلد اسمه نيم في الداتابيز. لينك هيبقى ايمج، ممكن اسميه فوتو بحيث ان انا هنزله بشكل منفرد، بس هنا هكتب ايمج. تمام كده الاندكس كده بالنسبه لي خلص. اروح للكرييت، اعدل المكان منيو، هكتبها كاتيجوري. كمان هروح للايديت تبقى برضو كاتيجوري. اروح بقى للديليت برضو تبقى كاتيجوري. طبعا انا ممكن اعمل في الفايل نفسه، فايل نفسه فايند الفولدر، واعمل ريبليس اول، بس انا بفضل ادخل على الفايل فايل واعدل، بحيث ان انا لو في حاجه مشابهه الدنيا ما تسحش عندي. عشان كده انا بفضل اعمل كده. بس انت لو عايز تعمل الكلام ده تخش على فولدر تعمل ريبليس اول، ده حاجه ترجع لك انت. نخش دلوقتي في الشو، طبعا نخش على المنيو نكتب كاتيجوري. بس هنشوف بقى الحاجات بتاعتنا احنا. ممكن الاي دي تمام، التايتل هيبقى نيم، ممكن التايتل عادي. هنا بدل لينك هيبقى ايمج، وناخد الصورة من سيكشن الفوتر بدل ما نقعد نعيد صياغته تاني. ممكن ناخد من سيكشن الفوتر، انا متأكد ان انا اعمل ايمج تمام اهو. نشيل الكلام ده ونحط مكان الكلام ده، ونشيل البيج تبقى كاتيجوري كاتيجوري. تمام جدا جدا جدا. الدنيا ظبطت عندي. ستيتس تمام، الكاتيجوري تمام تمام تمام، كل حاجة تمام في الشو كده. نروح بقى عند الفورم نفسها، وآخر حاجة هنعدل فيها التايتل. طبعا مكان التايتل هيبقى نيم. اللينك ممكن نروح ناخد الصورة من هنا، لأن أنا محتاج الصورة. ممكن آخد فيلد الصورة من ال بيج الصورة اهي. تمام اخدها كوبي كده، اروح للفورم اشيل اللينك مش محتاجه، مش محتاجه في حاجة. مكان الايمج هنا ممكن يكون فاضي هنا، لان الفايل انا مش محتاج حاجة. تمام الصورة كده تمام. البيرنت اي دي، بيرنت اي دي انا محتاج كاتس مش منيو. كاتس لو انتوا تفتكروا احنا سميناه كاتس في ال، طبعا انا هنا بيرنت اي دي مش بيرنت، بس مش بيرنت. تمام الستيتس تمام تمام الستيتس. هل انا محتاج حاجة؟ محتاج الديسكريبشن اكيد. اروح اخد برضو من الفورم اي تكست اريا، اروح اخدها كوبي كده، واروح للفورم بتاع الكاتيجوري بعد الايمج على طول. اروح اقول له والله انا عايز ديسكريبشن، اخد السبيلنج المظبوط من الموديل عشان ما اكتبش حاجه غلط. دايما لما اجي اكتب في الداتا هتتخزن في الداتابيس اكون حريص جدا، لان ممكن تعمل لي كونفليكت ما، فبريح دماغي واروح اخدها على طول من الموديل. ممكن نروح هنا نكتب ديسكريبشن ديسكريبشن ديسكريبشن. تمام جدا ممكن، وهسيب على كده. اروح على طول اشوف النتيجة بتاعتي على البراوزر. لو انا رحت الموقع وكتبت admin slash category هيقول لي ايه؟ تمام جدا جدا جدا، ما طلع ليش ايرور. اروح للكاتيجوري اقول له انا عايز كاتيجوري 1 ايمج، اخترت كذا صورة، اي صورة محطوطة عندي. ديسكريبشن هكتب له اي كلام. بيرنت اي دي طبعا انا مش ما عنديش اي حاجة، فانا بالتالي مش هعمله بيرنت. وعندي ستاتس اكتف سبميت. تمام هنا بيقول لي الكاتيجوري ريكوست. طبعا هنا عشان انا نسيت طبعا كاريت الريكوست طلع لي ايرور، وده يعني دي فرصة كويسة ان انت تشوف
الابرات وهي بتحصل عشان ما تتخضش منها، عشان في ناس بتتخض من الريات. اكيد انت فهمت دلوقتي ان احنا ما كريتناش الريكوست، فبالتالي طلع لنا ايرور. اروح اكريت الريكوست سريعا، اروح هنا اقف على الاي كوميرس واقول له جيت باشير، اقول له بي اتش بي ارتيزن، ميك ريكويست. الريكوست ده هيبقى في الادمن، ادمن واسمه كاتيجوري، انتر. روح هنا على الكاتيجوري، اروح انا على البروجكت في فولدر الريكوست، ادمن، الاقي الكاتيجوري، احاول دي ترو، اروح لاي سيكشن من السكاشن واخد اخده كده كوبي ليه هنا. تمام. كده كده الدنيا اتظبطت عندي. تمام جدا. اسيب واروح اعمل ريفريش. تمام جدا. هنا قال لي هنا رجع لي، يبقى اكيد في ايرور ما، اكيد هنا في ايرور ما طبعا. هنا عشان فيلد اسمه نيم، والمثال ده كويس جدا للناس، عشان في ناس سألتني ان انا والله انا بعمل فورمة وما بتسجلش في الداتابيس، فاي غلطة هنا، اي غلطة هنا وانت مش مستدعي الايرورات كلها بتظهر، فبالتالي بترجعك على نفس الفورمة، ما بتقولكش الايرور فين. طبعا انت لو عايز تشوف فور تيستنج كده الايرور فين، انت ممكن تعمل فور اتش لجلوبال فاريبل اسمه ايرورز. ده الفاريبل ده متعرف من اللارفل، نعمل ايرورز اول ده فور تيستنج يعني as ايرور، وبعد كده end for each، end for each، ونطبع الايرور بحيث ان احنا نعرف الايرور. ممكن تطبع في alert في اي حاجة، بس انا فور تيستنج يعني انا كده كده بطبع الايرور هنا وتحتيه بحيث انه يبان مع كل فيلد. بس انت لو عايز تعملها كده is option، بس انت لو عايز تعملها كده دي اوبشن ليك. احنا ممكن نعمل نفس الكلام بحيث ان احنا نشوف الايرور، يعني ما نعدلش الايرور، بحيث ان احنا نشوف الكلام اللي احنا عملناه ده. ارجعنا يقول لنا the title field is required. طبعا ما فيش حاجة اسمها title، فبالتالي هنا الايرور، هنا الغلط ما ظهر، ظهر هنا، او الغلط اللي احنا عملناه ظهر هنا. فبالتالي دي فايدة ان احنا نبقى نستخدم الايرورز فور تيستنج. يعني احنا ممكن نحذف الكلام ده ونروح نعدل في ريكوست، نخليها نيم مكان تايتل، ونروح نعمل سبميت. تمام. هنا سايب لي الكاتيجوري. تمام. فاضل لنا حتة هندلة الصورة. طبعا هندلة الصورة دي مهمة جدا، لان في ناس ما بتعرفش ازاي تهندل الصورة مع الاجكس مع داتا تيبل، فهنروح نهندلها. هنروح للكنترول، نروح هنا، هننزل عند اللود داتا، نزود هنا في الايديت رو، نزود هنا ايمج او نسميها فوتو او اي حاجة، ناخد الايديت كولون ده كله كده كوبي، نعمله هنا، نحاول دي ايمج مكان هنا. ببساطة انا هنا بقول له انا هكتب في الفيلدين دولم اللي هو اكشن وايمج كود اتش تي ام ال، فاقراه ك اتش تي ام ال. هحذف كل الكلام ده انا مش عايزه، انا بس عايز ريتيرن فانكشن جديدة اروح اعملها في الهيلبر اتش تي ام ال هيلبر. طبعا انا رحت اتشكيت ان هل انا عامل هيلبر للصور ولا لا، فهروح اعمل هيلبر للصورة، اعمل شو image
واسميه هنا تمام. ممكن اخد كذا بارامتر مش بارامتر واحد بس، مبدئيا كده هنشوف بس ال HTML هيكون عامل ازاي. هنا هتبقى image source بيساوي اللينك اللي جايلي اللينك، ممكن هنا تبقى اللينك عشان تبقى باينة. ممكن ممكن هنا احط له كلاس من غير كلاس، هنا شفت كلاس على طول. ممكن اديله ستايل هايت او ويت الاول، ويت و حط له هنا هايت احط هنا البارامترز اللي عندي، اللينك الاول اللينك ده اجباري، بعد كده احط له الويت، احط له حتى ديفولت ويت بيساوي 100 بيكسل. والهايت بيساوي 100 بيكسل برضو، بحيث ان انا ابقى عامل عندي الكلام ده. ممكن احذف كل الكلام ده ملوش لازمة واقفل التاجة، بحيث ان انا ابقى اعمل جنريت للايمج. وعندي فانكشن اسمها شو ايمج، انا هنا بس محتاج اروح اخد في الموديل، انا هنا بس محتاج اروح اخد الموديل بتاع البيتش. في حاجة انا كريتها اسمها فوتو، دي بتريتيرن اليو ار ال كامل بتاع الايمج، اروح احطها في الكاتيجوري كده، فاروح هنا على طول اقول له انت عندك فانكشن، والله عندك فانكشن اسمها شو ايمج. دي اول حاجة بتاخد اللينك، فاحط له فوتو تمام، وهي باي ديفولت واخدة الويت والهايت بتوعها. انا هجرب 100 بيكسل في 100 بيكسل، لو ما طلعش مظبوط مع البراوزر هجرب سايز تاني. اعمل ريفريش تمام، هنا الصورة ظهرت بس الصورة زي ما انتم شايفين كده. هنا الصورة مش مظبوطة، مش واخدة ال URL. طيب أنا ممكن أروح أرجع أشوف الأول هي سابت في ال database مظبوط ولا لأ. هي ما سابتش أصلا في ال database، ال validation ما رفعناش الصورة بعد ال validation تاني، فضافها ب null، فهي مش مشكلة يعني. إن شاء الله هنحذف اللي أنا ضفته جديد. بالمرة نجرب ال delete yes I'm sure. تمام هنا عمل لي delete، هنشوف بس الصورة ما بتظهرش ليه. هنعمل inspect هنشوف الصورة link boys، هنشوف نروح ل ال helper بتاعنا، نشوف في link boys السورس مش مقفول، فهنا سورس بس نعمله سيف نعمل ريفريش انسبكت. الصورة ظهرت كويس جدا. لو انت شايف ان السايز محتاجة بتاع يقل ايا كان ممكن نجرب، بحيث ان احنا نجرب برضو الفانكشناليتي بتاع الصورة.
عامل ازاي. ممكن نجرب 75 بكسل، 75 بكسل. تمام جدا، شايف ان الصورة كده مناسبة. دي فكرة فكرة الكاتيجوري. طبعا فكرة البراند هتكون زيها بالظبط، نفس الفكرة بس ملهاش بينوت. زي ما انتوا شفتوا كده الفكرة سلسة لحد ما، لو احنا كريتنا واحد جديد عشان الدنيا تبقى واضحة، وسميناها كاتيجوري 2 2. ورحنا اخترنا ايميج ونكتب اي ديسكريبشن، اي ديسكريبشن. رحنا عملنا بيرنت دي هي كاتيجوري 1، وعملناها حالتها اكتف سبميت. هنلاقي ايه، عمل سيف عادي جدا للصورة. تمام، كل حاجة شغالة. لو احنا عملنا الشو هتلاقي كل حاجة شغالة. اكتف الكاتيجوري اي دي 3، التايتل كاتيجوري 2، الايمج، الستيتس، الايديت والديليت موجودين عندي كده. كل حاجة مظبوطة في سيكشن الكاتيجوري. هنعمل ان شاء الله الفيديو الجاي سيكشن البراند، عشان نخش على اخر سيكشنين وهو الاوردر والبرودكت. وان شاء الله الاثنين هيكونوا سيكشنين مندمجين مع بعض، مش ده سيكشن لوحده ده سيكشن لوحده، لان الاثنين معتمدين على بعض. فان شاء الله هنبدا يكون اخر سيكشن هو سيكشن البرودكت مع الاوردر. ده سيكشن هيكون كبير شوية، بس هنكون خلصنا الادمن ان شاء الله. اشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.